حلقتنا على الإطلاق. المناظير، هذه الطفرة الجراحية الهائلة التي نقلت عالم الجراحة نقلة مبدعة، نقلة مليئة بالأمان، بعناصر الأمان، بعناصر الرابيد ريكفري أو البعد عن كثير من المضاعفات التي كانت معتادة في وقت ما للجراحات، مع احترامنا طبعا للجراحات التقليدية التي ما زالت موجودة وبقوة، ولكن المناظير لها بريق خاص جدا، وخصوصا في التعامل مع نوعية معينة من الأجهزة مثل الجهاز البولي. هي في كل الأجهزة، لكن الجهاز البولي له خاصية عند المصريين. أولا الثقافة الخاصة بالتعامل مع الجهاز البولي، أنا شايف أنها محتاجة كثير من التطور. أمراض الجهاز البولي منتشرة جدا في ربوع مصر. لكن هل تعلمون شيء عن الجهاز البولي؟ هل تعلمون أساسا تشريح الجهاز البولي؟ أعتقد أنه في ناس كتير فقدة أو مش مذاكرة الحتة دي. بسرعة شديدة جدا لازم نفهم أن الجهاز البولي مكون من كليتين وحالبين. الحالب هو ناقل للبول بعد تكوينه من الكلى لينزل في مخزن مهم جدا هو المثانة البولية، ثم يمر من المثانة البولية في مسار مشهور جدا هو اليوريثرا، ثم ينزل بعد ذلك إلى الخارج. لازم نفهم أنه عندما تتعامل مع نوعية دي من الأجهزة، جهاز البولي بدقته حالب هذا المسار الدقيق، أعتقد أنه أو الكلى بمسارها أو بتكوينها الدقيق وأيضا بتجاوفها وإلى آخره، لازم يكون عندك ميزة مهمة جدا هي المناظير. المناظير بتعطي سعة في التعامل كبيرة للغاية مع نوعية مثل هذه الأجهزة ونوعية الأمراض المتعلقة بها. خلونا النهاردة نبحر في عالم المناظير، في عالم المناظير البطن عموما، وأكيد الجهاز البولي سيكون جزء مهم جدا من عالم المناظير. ضيفي هو رائد قدير في عالم المسالك البولية، وفخر لنا إن احنا بنستضيفه وبيقبل دعوتنا وبيسعدنا بحوار علمي على أرقى مستوى هتسمعه، القمة العلمية الكبيرة والقمة الجراحية المتميزة، أستاذنا الأستاذ الدكتور حسن شاكر. نقدر نقول في 20 سنة الأخيرة تم استبدال كثير جدا من العمليات الجراحية بمناظير البطن. المناظير لأنها كيان مرتبط بالتكنولوجيا، مرتبط بالهندسة الطبية، فتطورت تطور كبير جدا. ابتدى يبقى التكنولوجيا تقدر ان احنا تخلينا نعمل عمليات مماثله للعمليات الجراحيه ومضاعفات اقل. كلمه الذكيه هي مناظير فيها مرونه، فيها تكنولوجيا عاليه، ادت الى ان المناظير فعلا بقت اكثر قدره، اسهل على الجراح، اسهل على المريض، قللت فقدان الدم. المسالك ناس ما تعرفش تترجم أعراضها، ولذلك المناظير أفادت جدا في اكتشاف كثير من حلول لمشاكل عديدة في المسالك البولية. مصر من أكثر بلاد العالم في التقدم في جراحات المسالك البولية. الأستاذ الدكتور حسن سيد شاكر، أستاذ جراحة المسالك البولية جامعة عين شمس، زميل جامعة تورونتو وماكجيل بكندا، عضو جمعيات جراحة المسالك البولية الأمريكية والأوروبية، عضو جمعية التحكم البولي الدولي. أستاذنا وطبعا يعني الرائد القدير أستاذ دكتور حسن شاكر، أستاذ جراحات المسالك البولية بكلية الطب بجامعة عين شمس، وزميل جامعة تورنتو ماكيل بكندا، وعضو جمعية جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية. نورتنا يا فندم وشرف كبير لنا هذه الزيارة. المناظير دخلت بقوة، أو بمعنى أصح أزاحت الكثير من الجراحات جانبا وحلت محلها، وكان ده له تأثير كبير جدا. أقصد بيه مناظير البطن عشان نبقى محددين، صح؟ فعلا. يعني نقدر نقول في 20 سنة الأخيرة
تقريبا تم استبدال كثير جدا من العمليات الجراحية بمناظير البطن، وليه أسباب كثيرة جدا جدا. يعني احنا طبعا كلنا نعرف العمليات الجراحية، لما بنشوف عيان بعد العملية عنده جرح كبير جدا، الجرح ده هو يعني بيميزه بقية حياته، فده على طول بنعرف انه عمل عملية جراحية. طبعا اول حاجة للعيان من الناس بيشوف الفرق ما بين مناظير ما بين الجراحات التقليدية ومناظير البطن هو الجرح، وهو ده اللي باين من بره، وده اللي كثير من الناس ده اللي بيهمهم ان الجرح ده هو طبعا بقى بجرح صغير جدا او يكاد يكون غير مرئي، فبالنسبة له هو ده الفرق ما بين الاثنين، لكن حقيقة ده الفروق البسيطة دي. يعني ده الجرح اللي هو بتاع العملية، بكل عمليات الكلى بيبقى الجرح بتاعها جرح كبير جدا، ومشاكل الجرح الكبير ده هو انه ممكن بيكون معرض لالتهابات، ممكن يكون معرض لفتق جراحي بعد كده. هو طبعا لما نقارن الكلام ده هو بجروح المناظير يعني الواحد بيشوف الفرق فعلا. جروح المناظير جروح مختلفة يعني. طبعا. يعني أكيد جرح بسيط جدا جدا يعني. بالظبط. هو المناظير هي بنعمل نفس العمليات الجراحية بالظبط، بس من خلال إخرام صغيرة جدا، جروح صغيرة جدا لا تتعدى نص سنتي. جرحين أو ثلاثة، أو في الجراحات المناظير الحديثة بتبقى جروح أصغر كمان. ده بنوريك إن الناس هما بيشتغلوا بيكون من غير فتح جراحي خالص في البطن من خلال اللي هي الجروح الصغيرة جدا دهيت. ده شكل المناظير. لكن ما هوش ده الفرق الوحيد الصراحة. لا، الفروق تانية كثيرة جدا. عدم تعرض الأجهزة الداخلية لجو غرفة العمليات ده بيخلي المريض بعد العمليات بيبتدي يرجع بسرعه جدا لطبيعه الحياه، ما الامعاء والاجهزه الاخرى ما بتتاثرش بالمناظير بالجو لغرفه العمليات. دي زي ما احنا شايفين اهوت يعني جروح صغيره جدا بتاعه المناظير البطن، احنا حاطين اسهم اهوت لانها مش باينه حتى بعد مثلا شهر شهرين خلاص ما بقتش باينه. باشا كان المفروض الصوره تطلع من غير اسهم. صحيح، ما كانتش هتبان خالص. لكن الفروق ما بتوقفش عن هنا. مناظير البطن ممكن احنا نستطيع تكبير بيها الاعضاء 5-6 مرات. العيان بسرعه بعد كده بعد ما بينزل في نفس اليوم بيقدر ياكل، بيقدر يتحرك، بيرجع لشغله في خلال ايام بسيطه جدا، بالمقارنه بالجراحه التقليديه بياخد وقت كبير جدا عشان يقدر يرجع لحياته الطبيعيه. بالاضافه ان التكبير اللي بيحصل مع جراحه المناظير ده بيخلي فقدان الدم اقل كتير جدا من الجراحه التقليديه، بيخلي كمان الاعضاء انها ترجع لطبيعتها وعملها الطبيعي اسرع كتير جدا، كمان بيخلينا ادق كتير جدا من الجراحات التقليديه، فعشان كده المضاعفات بتبقى اقل كثير. المناظير لانها يعني كيان مرتبط ب تكنولوجيا، مرتبط بالهندسة الطبية، فتطورت تطور كبير جدا واكتسبت اسم متنوع ما بين الذكية وما بين فائقة التصوير، بس كلمة ذكية دي مرتبطة بالمناظير جدا جدا، فعايز أعرف التطورات اللي حصلت. هو المناظير البطن دي ابتدت من مدة كبيرة جدا، يعني أول ما جت الفكرة للدكاترة الرواد في عمل المناظير الكلام ده كان من 100 سنة مثلا، لكن طبعا التكنولوجيا ساعتها كانت تكنولوجيا ضعيفة جدا، فالمناظير حقيقي ظهرت من المدة دي كلها لكن لم تتطور، وما كانش ليها تأثير واضح في الحياة الجراحية وحياة المرضى إلا يمكن في آخر 20 سنة. ف20 سنة بقى الأخيرة ابتدى يحصل تطور كبير قوي، لأن ابتدى يبقى التكنولوجيا تقدر إن احنا تخلينا نعمل عمليات مماثلة للعمليات الجراحية بمضاعفات أقل. يعني مثلا الوضوح بتاع المناظير ابتدى يزيد جدا. العمليات، غرف العمليات تطورت جدا. غرفة العمليات دهيت مثلا لما تبص فيها تطور من كل حاجة. أول حاجة التخدير تطور بشكل كبير جدا، خلانا نحن نقدر نعمل عمليات مناظير البطن دهيت بيسر كبير جدا.
اللي في النص ده هو ده اللي بنسميه التاور بتاع المناظير. التاور بتاع المناظير ده هو ده في بقى شاشات عاليه الوضوح، كاميرات عاليه الوضوح، اكثر دقه، تكبير وهكذا. نرجع للصوره الاولانيه دي لان هي اللي فيها الاجهزه كلها، فيها الشله. ايوه اللي في النص اللي هو التاني جهاز من على الشمال. ايوه بالظبط كده. الاولاني ده بتاع التخدير. التخدير اللي في النص ده هو التاور بتاع المناظير، او فيه كل حاجه في المناظير. في مصدر الضوئي ده طبعا دلوقتي بقى عالي قوي جدا، ما كانش زي زمان. كمان في حاجات اللي هي الاجهزه اللي بتنفخ البطن عشان نقدر نشتغل جواها، دي بقت حاجات اوتوماتيكيه ودقه وبتسخن الهواء ده كله، وده اللي بيعمل الفرق الاساسي اللي ما بينها وما بين الجراحات التقليديه اللي هي بتبقى معرضه لدرجه حراره الغرفه. هنا بطن المريض مش معرض خالص لدرجه حراره الغرفه. الاجهزه المساعده يعني مثلا ده جهاز مساعد اللي احنا بنسميه البلازما، او بنسميه بالانجليزي فيسل سيلر. الفيسل سيلر ده احنا زمان كان اي وعاء لو احنا عايزين نقفله لازم نقفله ب يا اما بالربط يا اما بحاجه اسمها كوتري. دلوقتي بقى الفيسل سيلر ده كاني بربطه، ده بيلحم الاوعيه الدمويه فبيمنع نزيف الدم. مش كده بس، في الليزر كمان تدخل جدا في الكلام ده. في اجهزه كثيره جدا، ده مثلا نوع من انواع اجهزه الليزر بتستخدم في مناظير البطن. اجهزه مساعده كثيره جدا خلت التطور بتاع مناظير البطن كبير جدا في اخر 20 سنه. الاجهزه المساهمه ده هي مش بس ساهمت في انها تطور مناظير البطن، لا كمان طورت الجراحه التقليديه، لان الاجهزه دي كمان بتستخدم في الجراحه التقليديه. فالتطور اللي حصل في مناظير البطن عاد كمان بالفايده على الجراحات التقليديه كمان. ودي حاجه طبعا تخلينا يعني نشوف ان التطور العلمي لما بيحصل ما بيحصلش في منطقه واحده وبيتجنب المناطق الاخرى. كثير جدا من التطورات اللي بتحصل في تخصصات معينه بيبقى لها تاثير على مناطق اخرى. يعني مثلا الليزر اول ما ظهر ده ظهر في الجراحات التقليديه، بعد كده ابتدى نستخدمه في جراحات المناظير، بعدين في مناظير البطن وهكذا. ورغم ان التطور ده كله حصل، حتى هذه اللحظه احنا كل ده بنسميه مناظير البطن التقليديه. لان مناظير البطن في اخر 3-4 سنين اتنقلت نقله جديده كمان في التطور بتاعها، اللي حضرتك تفضلت بتسميتها المناظير الذكيه. هي المناظير، كلمه الذكيه تعني لنا احنا او حتى للعامه، هي مناظير قادره على انها تتعامل مع مواقف صعبه، فيها مرونه، فيها تكنولوجيا عاليه، فتقدر تدخل في اماكن يمكن ما كانتش المناظير القديمه بتقدر تدخلها، او لو كانت دخلت كانت هتعمل مشاكل. يعني ده المعنى اللي انا بفهمه صح؟ هو خلينا نقول هو المناظير الذكيه دي هي ما هوش تطور واحد، وحاجات كثيره جدا حصلت في المناظير فادت الى ان المناظير فعلا بقت اكثر قدره، اسهل على الجراح، اسهل على المريض، اثرت وقت العمليات، قللت فقدان الدم. تغييرات كثيره جدا حصلت في اخر 5 سنين بالذات، او يمكن 10 سنين، اللي نقلت نقله كبيره جدا. واحد دي من اول الحاجات اللي حصلت اللي هي المناظير ثلاثيه الابعاد او 3D. طبعا الكاميرات العاديه بتاعت المناظير التقليديه دي كاميرات ثنائيه، كاني بتفرج على التلفزيون بالظبط. لما تشوف هنا الجراح لابس نظاره زي النظاره بنلبسها في السينما 3D، دي لان هو الشاشات دي هي طبعا هي مش باينه، هقول لك الشاشات دي ثلاثيه الابعاد، دي خلتنا كاننا قاعدين جوه بطن المريض. يعني كانك قاعد في وسط اوضه، الحركه بتاعتك بقت حركه اسهل كتير جدا. البعد الثالث اللي احنا ما كناش بنشوفه المناظير العاديه بقى بنشوفه بسهوله اكتر كتير. الخياطه اسهل كتير جدا، كانك بتعملها بايدك. فالنقله 3D اللي حصلت خلت جراحات المناظير للجراح اسهل كتير جدا. مش هو ده الحاجه فقط، الصوره اللي على ايدنا الشمال دي ده المنظار مش التقليدي العادي، ده الهاي ديفينيشن كمان، او اللي هو منظار عالي الوضوح. عملوا حاجه اسمها سبيكتروم شيفت. السبيكتروم شيفت ده هو دي عباره عن تغيير في الطيف بتاع الضوء، عشان في الاخر خالص لما تبص الفرق ما بين الصورتين، الصوره اللي على اليمين ده كان واحد جاب الوان ورسم الاوعيه الدمويه، رسم الاعضاء. يعني في حاجات باينه في الصوره اللي على اليمين مش باينه في الصوره على الشمال، مع ان هما نفس المنطقه بالظبط. اللي هو التغيير الطيفي ده هو اللي حصل، ده بيلعبوا في الطيف بتاع الضوء
الجهاز نفسه، وبيقدر بقى يميز لك جدا الأوعية الدموية، يميز لك الأعضاء، يميز لك الأورام، فيخليك وانت بتشتغل تبقى الرؤية عندك أكثر وضوحا جدا. ده طبعا بيترجم ترجمة كبيرة جدا على نتائج العملية. يعني لو عندك ورم مش واضح هيوضح أكتر، عندك أوعية دموية مش واضحة هتشوفها أحسن، وطبعا يقلل فرصة إصابتها، يقلل حدوث النزيف، يقلل ان الواحد يبقى في منطقه هو مش فاهمها. كمان ابتدت تدخل الالات الميكانيكيه او روبوت انسترومنتس. دي الات زي ما انت شايف، دي حركه ايد الجراح، الاله بتتحرك زيها بالظبط. انتوا في المسالك رواد الحقيقه، الروبوت يعني. صحيح. يعني اكتر ناس في العالم بتشتغل بالروبوت جراحين المسالك. صحيح. يعني احنا اكتر فعلا سبيشالتي يعني استفادت من الروبوت. طبعا انت عندك رينج واسع جدا، من انك يبقى عندك الات بس روبوت مع 3D مع السبيكترم شيفت او اللي هو التغيير الطيفي، او انك يكون عندك روبوت كامل في غرفه العمليات. دي طبعا حسب امكانيات المستشفى، حسب اقتناع الجراح. يعني دي مثلا من الات من الالات الروبوتيه، دي من الالات اللي هي اليه، اللي زي ما الجراح بيحرك ايده بره الالات دي بتتحرك جوه بالظبط، لدرجه ان كمان بتنقل لي الاحساس، مش مجرد ان انا بحركها بس، لا الاحساس لما الضغط اللي انا بضغطه بايدي من بره بيترجم لجوه، والعكس المقاومه بتاعت الانسجه بحسها في ايدي بره. فالكلام ده هو طبعا خلى زي ما بقول لحضرتك كاني قاعد جوه بطن العيان بشتغل بايدي. طبعا ده من غير ما نفتح بطن العيان خالص. فدي قيمه مهمه قوي جدا. يعني ما تستهونوش بكلمه من غير ما نفتح بطن العيان. فتح بطن العيان دي بيعرض الامعاء وبيعرض يعني الاجهزه داخل جسم الانسان للهواء، لهواء الغرفه، وده بيعمل التصاقات، ده بيعمل التهابات، وهو ده سبب الالتصاقات بعد كده اللي بتحصل. اسباب كثيره جدا صراحه. اول حاجه ان المريض احنا بنشوف المريض بتاع اللي هو الجراحه التقليديه بيتاخر جدا في النقاهه بتاعته بالمقارنه بالمريض بتاع المناظير البطن. يعني هما بيعامل مناظير البطن بتطول اكتر من الجراحه التقليديه في الوقت في اوضه العمليات، لكن بتشوف مريض مناظير البطن يوميها بالليل قايم بيتمشى ويتحرك، وتاني يوم الصبح بيشرب، ويوميها بالليل ممكن في كتير جدا من العمليات بيخرج، غير الجراحة التقليدية رغم انها وقتها في غرفة العمليات اقل، لكن المريض بياخد له مدة كبيرة جدا عشان يرجع لطبيعته تاني. وده سبب اساسي عشان فتح بطن المريض ديت، لان دي بتبقى بيئة غير طبيعية بالنسبة، مهما كان غرفة العمليات معقم لكن درجة الحرارة مش مظبوطة. كمان فاكتور ثانية احنا مش فاهمينها حتى هذه اللحظة، اللي بتخلي المريض هو بيرجع لطبيعته اسرع كتير جدا من مريض الجراحه التقليديه. المسالك استفادت كثيرا جدا. انا عايز اروح للبرانش يا عيني اللي المصريين بيتاخروا. انا شايف كده انه المسالك الناس ما تعرفش تترجم اعراضها، ولذلك المناظير افادت جدا في اكتشاف كثير من وحلول لمشاكل عديده في المسالك البوليه. فانا عايز اتكلم عن المناظير والمسالك. هو طبعا احنا من البلاد المشهورة جدا على مدى تاريخنا بمشاكل كثيرة جدا في المسالك البولية. طبعا احنا من البلاد اللي هو اوبتيليات بالهرسيا، وعشان كده هو يعني اساتذتنا القدامى من اكتر الناس اللي اشتغلوا في جراحات المسالك البولية، وهو اللي ادانا في مصر ريادة في جراحات المسالك البولية. يعني احنا يعني انا لا ادعي، ولكن احنا بقول ان احنا ان مصر من اكثر بلاد العالم في التقدم في جراحات المسالك البوليه، سواء التقليديه اللي كانت في الخمسينات والستينات والسبعينات عند اساتذتنا، او في الجراحات الحديثه دلوقتي. وده رقم واحد بسبب الوضع اللي احنا فيه، ان احنا عندنا امراض مزمنه كانت بالهرسيا، ودلوقتي للاسف ابتدى التلوث اللي هو اساسا في السجاير والعادم بتاع السيارات اللي ادى الى اصابتنا بكثير جدا من الاورام. جراحات المناظير ساهمت مساهمه كبيره جدا في علاج تقريبا كل انواع الجراحه التقليديه، بقت جراحات المناظير بتستبدلها، بقت بتدخل مكانها.
لدرجه لما تبص انت في الجايد لاينز او الارشادات اللي على مستوى العالم، في جراحات بقت دلوقتي ممنوع تعملها غير بجراحه المناظير. يعني مثلا الغده، اورام الغدد الفوق الكلويه الكظريه، دي دلوقتي لا، ممنوع انك تفتحها الا لو في سبب واضح جدا يخليك ما تقدرش تستخدم المناظير. يعني ورم ضخم جدا ومنتشر وكلام دوت، فانت كده كده هتفتح فتحه كبيره جدا فملهاش دعوه المناظير. لكن لو ورم مثلا حجمه هو العادي اللي احنا بنشوفه، لا حرام انك انت تفتح المريض. الاورام الكلى، يعني مثلا في فيديو هنا اهوت لورم في الكلى بيستأصل بمناظير البطن من غير ما نفتح المريض، ده برضك حرام انك تفتح المريض فيه. امراض كثيره جدا اخرى، اورام البروستاتا الخبيثه، اورام المثانه، الاستئصال الجزء المثانه، زرع الحالب، ضيق الحالب، ضيق اتصال حوض الكلى بالحالب، تقريبا ما سبناش مرض الا وتعمل مناظير. ده ورم على في الكليه بتاعه المريض دهوت. وزي ما انت شايف احنا هنا اهوت، احنا جوه بطن العيان، احنا مش فاتحين بطن العيان، احنا شغالين جوه بطن العيان بالمناظير. اللي احنا شايفينه نور قوي دهوت، ده ليزر، بقطع الورم او بشيل الورم دهوت من غير ما اوقف الدم عن الكلى خالص، غير في الجراحات التقليديه لازم اقفل الدم عن الكلى عشان ما يحصلش نزيف. هنا لاني بستخدم الليزر دهوت، مش بس بيقطع الورم دهوت، لا كمان بيمنع اي نزيف خالص. زي ما انت شايف ان هو الامور بتمشي بسرعه خالص لغايه ما بنستأصل الورم ده. الفقدان الدم تقريبا يكاد يكون منعدم، يعني كلام فارغ خالص فقدان الدم. كمان في نفس الوقت ان الليزر ده هو بيدخل لطبقات عميقه، عشان لو في خلايا احنا مش شايفينها بعينينا بيقتلها خالص. طبعا الكليه نفسها بتستفيد انها لما ما تقطعش عنها الدم بقيه الكليه بتبقى في صحه جيده. حاجه زي كده حرام تفتح مريض زي دوت، لان مريض زي دوت بيستفيد جدا من جراحه المناظير. الاجهزه المساعده اللي زي الليزر دي فادتنا جدا، سهلت علينا العمليه. ال 3 دي والسبيك والتغير الطيفي والكلام ده، يعني شوف هنا بعد ما خلصت انا هنا بستخدم الليزر عشان اي خلايا انا ما شفتهاش او فضلت في الكلى بقدر ان انا اقتلها كمان. طبعا التحكم في النزيف، شايف كل حاجه، ما عنديش ادنى. على فكره الصوره هنا مكبره، يعني نقطه الدم بتبان كانها بقعه كبيره. صحيح صحيح. يعني مثلا المريض دهوت كل يفقده مثلا 30 40 ملي، يعني شوف 30 40 ملي مش اكتر من كده. يعني شوف حضرتك ده الشكل السطح بتاع الكلى بعد ما اتشال، اللون البني دهوت، ده السطح ده بعد ما اتعمل بالليزر، عشان لو في اي خلايا خلاص الخلايا دي ماتت. فاستئصال البروستاتا بالمناظير البطن ده برضك من الحاجات، دي عملية ضخمة جدا بالفعل. دلوقتي بقت عملية يومية، المريض بيعملها يومين ثلاثة بيروح، مش زي قبل كده اسبوعين ثلاثة في المستشفى وعذاب وبول يطلع منه وحاجات زي كده، لا الموضوع بقى مختلف كمان. هي عملية لسه عملية كبيرة، لكن بمناظير البطن بتبقى عملية سهلة. برضك الفيديو اللي معانا ورينا الحكايه ده، وتكليب صغير جدا لكن بيوري قد ايه ان الموضوع بقى سهل. البروستاتا في الاستئصال الجذري، البروستاتا الاستئصال الجذري لما يكون ورم كبير شويه في البروستاتا اللي مش قادرين ان احنا نستخدم له حاجات موضعيه او علاج بوري، بنستأصل البروستاتا بكل شيء حواليها. فالصراحه المناظير سهلت جدا جدا على مش الدكتور بس، والمريض كمان، استاف المستشفى. بس هي طبعا حاجه لازم نقول انها دي من الحاجات اللي محتاجه تدريب طويل جدا، محتاجه مش تدريب بس للدكاتره، للاستاف كمان، للتمريض، للتكنيشنز بتوع العمليات، فهو زي خبره جماعيه عشان تقدر اي مستشفى تتقدم في هذا. تنورتنا يا فندم وشرفتنا، ويعني زياره غاليه علينا. طبعا ضيف العزيز الاستاذ دكتور حسن شاكر، استاذ جراحات المسالك البوليه، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، زميل جامعه تورنتو ماكيل بكندا، عضو جمعيات جراحات المسالك البوليه الامريكيه والاوروبيه، الرائد القدير لامراض المسالك البوليه والمناظير، كان ضيفي في الدكتور. خليكم دايما مع المناظير والدكتور.